بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بكم يا أخوة في الحلقة رقم 4 من سلسلة الإيمان. خدنا في الحلقة الأولى إيه هو الإيمان، خدنا في الحلقة الثانية شبه الإيمان، خدنا في الحلقة الثالثة امتحان الإيمان، امتحنوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان. وقلت لك على مدار الحلقات إزاي حرب إبليس موجهة ضد أن ينهار إيماننا، وفكرك بكلمة سيد المسيح لبطرس الرسول: هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. فواضح كان هدف التجارب كلها أن يفنى إيمانك، إنسان ينهار في داخله، روح الإيمان تتعطل. قلت لك إزاي الجهاز الروحي في الإنسان زي ما علمها لنا قداس البابا تودروس: القلب والعين والأذن، عشان الإنسان يتواصل مع حضور الله ويستمد منه القوة، يستمد منه الأمان والفرح. بقى أن أقول لك النهاردة في هذه الحلقة على الأيام الأخيرة زي وصف الكتاب ليها، بس مش هحط لها عنوان ضيقة في الأيام الأخيرة، هحط لها عنوان العكس: في الضيق رحبت لي، زي ما بيقولها في مزمور 4، في الضيق رحبت لي. خلينا ناخد الناحية الإيجابية زي كلمة المزمور: عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلزز نفسي. قلت لك سيد المسيح قال: متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. الآية دي جت فين ومكانت مناسبتها إيه؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة من إنجيل لوقا أصحاح 18. وقال لهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، قائلا: كان في مدينة قاض لا يخاف الله ولا يهاب إنسانا، وكان في تلك المدينة أرملة، وكانت تأتي إليه قائلة: انصفني من خصمي. وكان لا يشاء إلى زمان، ولكن بعد ذلك قال في نفسه: وإن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسانا فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها، لألا تأتي دائما فتقمعني. وقال الرب: اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ أقول لكم أنه ينصفكم سريعا، ولكن متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. ده المناسبة اللي جت فيها الآية. طب يعني تستنتج إيه؟ أو سيد المسيح عايز يقول إيه؟ عايز يقول في الأيام الأخيرة المظالم كتيرة، عايز يقول في الأيام الأخيرة الحق تايح وسط جبروت، وسط ناس لا تخاف الله ولا تهاب إنسان، والناس بتطلب زي المرأة دي ما كانت بتطلب: انصفني من خصمي. ويبان إنه ربنا يعني متمهل مش بيستجيب ليهم. فمتى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض؟ تقول لي: طب ما من بداية الخليقة وفي مظالم، من بداية الخليقة وفي متاعب. أيوة، بس السيد المسيح وصف في الأيام الأخيرة إن زي المرأة اللي بتولد، يقول له: لأنه كالمخاض يأتي في نصف الليل، زي واحدة هتولد. طب إيه الفرق بين الواحدة اللي بتولد في رسالة تسالونيكي الأولى في أصحاح 5 عدد 3؟ لأنه حيثما يقولون سلام وأمان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. الوحدة حامل، طول الحمل عندها مغص على فترات، طول الحمل عندها تعب على فترات. اللي بيحصل لما الولادة تقرب، الفترات دي تقرب من بعضها، ففترات المغص تزداد في القوة وتزداد في الكثافة في العدد. في مظالم من أيام بدء الخليقة. طب إيه اللي يحصل في الأيام الأخيرة؟ تزداد في الكثافة وتزداد في الحجم في القوة. يعني الظلم يبقى بين خالص
ومظالم يعني في منتهى الجور والإجحاف، حاجات فظيعة جدا، زي بالظبط وصف الكتاب على الأيام الأخيرة. واحدة متمغص أثناء الحمل، بس عند الولادة العملية تشد خالص وتكتر خالص، زي كده في الأيام الأخيرة. طب والهدف إيه من ده كله؟ الشيطان هدفه إيه من ده كله؟ هدفه زعزعة الإيمان. عشان كده السيد المسيح ختمها وقال ألعله يجد الإيمان على الأرض. كتاب يقول لنا كلمة مهمة، في سفر الجامعة أصحاح 5 عدد 8 يقول إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتاع من الأمر، لأنه فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. والكتاب يقول لنا في سفر حبقوق النبي أصحاح 1 عدد 2 حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع، أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. تعال نشوف المثل ده ونشوف المعاني اللي السيد المسيح عايز يوصلها لنا. أولا في يعني زي مقابلات أو كلمة وعكسها جات كتيرة في هذا المثل، زي مثلا قاضي وأرملة. قاضي معناها واحد راجل عظيم له مركز ضخم، له سلطة، له يعني نوع من التحكم. وأرملة معناها ظروفها قليلة، ضعيفة، ملهاش سند، ملهاش حد يدافع عنها. قاضي وأرملة. بعدين الست مش جاية تطلب طلب عجيب أو طلب يعني مش من حقها، أو عايز وساطة ضخمة، أو عايز يعني جهد كبير عشان يتفهم. طلبة انصفني من خصمي، يعني مش طالبة حاجة البنية مش من حقها، ومش طالبة حاجة غريبة ولا حاجة صعبة في الفهم ولا حاجة يعني فريدة من نوعها. طالبة انصفني، وانت راجل قاضي مفترض انك موجود عشان تنصف الناس. يقول الكتاب اما القاضي ده كان لا يشاء، هو الكتاب حط له وصف، لا يخاف الله ولا يهاب انسان، يعني مفيش حاجة واقفة في وشه، لا يشاء. طيب بعدين هذا القاضي اللي ما بيخافش من حد وما بيراعيش ربنا، في المثل ده بتاع قاضي الظلم في لوقا 18 يقول إن كنت لا أخاف الله ولا أهاب إنسان، لكن هذه المرأة بتجيني كل شوية تقمعني. إيه ده؟ يعني مش عامل اعتبار لربنا، مش عامل اعتبار للناس، والمرأة دي تكرار الطلب خلاك تضطر إنك تجيب لها طلبها. عجب، لكن الكتاب بيقول كده. وبعدين السيد المسيح بيعلق، اسمعوا ما يقول قاضي الظلم، أفلا ينصف الله مختاره؟ يعني ربنا قال لك شوف قاضي الظلم وشوف الله. يعني كان قاضي الظلم، قاضي الظلم في المثل ده استجاب، فما بال الله اللي كله عطف وكله محبة وكله حنان وكله رحمة، ما بال الله الديان العادل. أفلا ينصف الله مختاره الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم؟ الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. طب متمهل وسريعا، طب مش دول عكس بعض؟ حبيبي ربنا عارف إمتى يتدخل، عارف إمتى يستجيب، عارف إمتى توقيت بتاعه مختلف عن توقيتنا. إحنا الإنسان عنده توقعات، عنده عايز الطلب بتاعه النهاردة، لكن الله التوقيت بتاعه مختلف. دايما أقول زكريا وإليصابات بيصلوا يبقى عندهم طفل، طلب بسيط وطبيعي وعادي، وربنا في خطته واحد يوم طفل. لو كان الطفل ده يوحنا جه من زمان قبل ما اتولد في الوقت الميلاد الحقيقي بتاعه، اتولد قبلها ب 20 30 40 سنة فاتوا،
كان هيبقى شاب عادي زي بقية الشبان، يعيش حياته الطبيعية العادية، ولغاية ما ياخد اليومين بتوعه وخلاص حياته تخلص. التوقيت اللي ربنا محوشه مدخره لزكريا وأليصابات الزوجين البارين اللي كلاهما بارين أمام الله، سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم وكتاب اللي بيشهد، مخليلهم ربنا وقت معين يجي لهم يوحنا المعمدان يبقى الملاك اللي يهيئ الطريق قدام الرب يسوع. توقيت ربنا مختلف، بس الإنسان لأنه مستعجل، الإنسان لأنه عنده توقعات مش بيقدر يدرك. والكتاب يقول بحكمة ربنا تفوق البشر، يقول ما أبعد أحكامه عن الفحص، يقول كما علت السماوات على الأرض علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم يقول الرب. يعني مسافة ضخمة، الإنسان محدود جدا، محدود جدا وقليل في الإدراك جدا. ما ينفعش الإنسان يعني يتخيل نفسه أنه يدي مشورة لله أن دي ممكن تتعمل كده أو كده، زي ما الكتاب بيقول من صار له مشيرا فيبقى الحل إيه، وأنا عندي ظلم وأنا بعمال أطلب من ربنا. أنك تحط الآية دي قدامك، الصارخين إليه نهارا وليلا وهو متمهل عليهم، الحق أقول لكم أنه ينصفهم سريعا. أنا قلت لك أن إبليس بيهدف أنه إيمانكم ينهار، وقلت لك كلمة سيد المسيح لبطرس الرسول هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. ده الهدف، فناء الإيمان كده كويس، ده من وجهة نظر إبليس. من وجهة نظر الله بيسمح ليه؟ إن شاء الله طابت الكل بيسمح ليه؟ بيسمح حبيبي لأن ده امتحان الإيمان، وكل امتحان ليه مكافئته، كل امتحان ليه الأجر بتاعه، كل امتحان ليه الجايزة بتاعته، وكل واحد امتحانه على قده. كتاب يقول أمين هو الله إنه لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون أن تحتملوا، بل يعطي مع التجربة المنفذ عشان الواحد يقدر يحتمل، زي ما بيقولها القديس بولس الرسول. عشان كده المزمور يقول له أنت يا رب منفردا منفردا في طمأنينة تسكنني، في أمان الله. هو ده الإيمان يا إخوة، برغم أن فيه في المثل هنا في قاضي ظلم وفي لا يشاء وفي صفات أنه لا يخشى الله ولا يهاب إنسان وفي صفات أنه مش عايز ينصفها، لكن في الضيق رحبت لي. لكن أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. ما تستغربش أن الأيام صعبة، ما تستغربش الأيام شريرة، والكتاب قال لنا كلمة واضحة أيها الأحباء، ما تستغربوش من البلوى المحرقة الحادثة بينكم لأجل امتحانكم كأنه أمر غريب قد أصابكم. ده مش حاجة غريبة، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا وانتوا هنا في وسط الألم والضيق عشان تفرحوا معاه في السماء عند استعلان مجده. وفي كل الأحوال انت في حالة بهجة نتيجة الإيمان مش نتيجة العيان. احنا إخوة بالإيمان نسلك لا بالعيان. كتاب يقول من يقدر أن يؤذيكم إذا كان الأذى بيتحول لإكليل مجد، إذا كان الأذية تتحول إلى مكافأة، إذا كان خفة، دايما أقول الآية دي فيها ثلاث متناقضات، خفة ضيقتنا الوقتية، خفة ضيقة وقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر، ثقل بدل خفة، مجد بدل ضيقة، أبدي بدل زمني. خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر، ثقل مجد أبدي. طيب تقولي بس أنا تعبت وأنا ضعفت والحاجة فوق طاقتي. حبيبي ريح نفسك خالص، ريح نفسك خالص، سيبها على ربنا. ملقينا كل
أحملكم عليه، ملقين كل رجائكم على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. ملقين كل الأحمال، كل الضيقات، كل الآلام، كل المظالم، كل الأحزان، كله يا ابني عليه هو، لأن هو المخلص. لو الإنسان يعرف يخلص نفسه بنفسه يبقى ربنا جه ليه؟ لو الإنسان ممكن ياخد شوية تدريبات على تقوية إرادته، أو على مواجهة المظالم، أو على تقوية نفسيته ومعنوياته، طب ما يبقى الإيمان يشتغل فين؟ لما الإنسان يقدر يروح الجيم يعمل شوية اكسرسايز علشان يقوي عضلاته الروحية، طب ما يبقى الإنسان هو اللي قوي. الجيم الروحي، الاكسرسايز الروحي، التدريبات الروحية، ازاي تمسك في ربنا بالأكتر، ازاي تستشعر الضعف الحقيقي بتاعنا، وازاي ان احنا من غير الله ولا حاجة ولا حاجة. زي ما الكتاب قالها، كنز في أواني خزفية. ايه آنية خزفية مكسرة على الأرض تسوى ايه؟ قيمتها ايه؟ آنية من خزف بتاع ده قلة ولا بلاص ولا زير ولا حاجة فخار وقعت اتكسرت، ايه قيمتها؟ قيمتها في الكنز اللي جواها، الذي يقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، علشان يبقى كده في آخر الصف وخلاص، عشان يجلسه مع رؤساء شعبه. شو بقى، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، زي ما الكتاب بيقول. بدل ما تبص على الآلام والأحزان والمتاعب، بص على الله، هو ده الإيمان. بطرس الرسول في حادثة المشي على المية، المسيح جالهم ماشي على المية، فبطرس طلع ناصح، قال له يا رب إن كنت أنت هو المسيح اديني علامة. إيه العلامة؟ إني تديني قدرة أبقى زيك فوق مستوى الزوابع، فوق مستوى الأمواج، فوق مستوى الفشل، فوق الغرق، فوق التحديات. قال له طيب تعالى. هي بالبساطة دي، أوكي؟ يقول الكتاب نزل بطرس، تخيل الجرأة، نزل بطرس من السفينة عشان يمشي على المية، طول ما هو باصص على المسيح قادر. فاكر لما قلت لك الكوبس في الفيشة في أول حلقة؟ طول ما قادر يستمد القوة وقادر يمشي مع المسيح فوق الأمواج، تخيل بقى الأمواج طالعة ونازلة وبطرس باصص للسيد المسيح والتاني طالعين نازلين. بعدين إذ رأى الريح شديدة خاف، ولما خاف ابتدأ يغرق. طب ما الريح شديدة من الأول، طب ما الموج طالع نازل من الأول، إيه اللي اتغير يعني؟ الضعف جه منين؟ الضعف جه بدل ما باصص على المسيح عشان يروح له، ابتدى يبص على المشاكل، على قاضي الظلم، على الإحباطات، على الظروف، على المشاكل، على الخطايا، على الضعفات، انهار، خاف، والخوف خلاه يغرق. الخوف سبب له الغرق، فصرخ يا رب نجني في الحال. قلت لك ربنا عارف امتى يمد ايده في الحال وامتى يتمهل عليهم، زي المثل هنا بتاع لوقا 18، في الحال مد يسوع يده وانقذه. يبقى اذن يا اخوة، لو انت عايز تعيش في الامان، لو انت عايز تعيش في السلام وسط البلوى المحرقة، وسط المظالم والاحزان اللي قلت لك في الايام الاخيرة تكتر في القوة وتكتر في الكثافة، زي الالام بتاعت الولادة اللي بيقولها لنا القديس بولس في رسالة تسالونيكي، علينا ان احنا نركز انظارنا على السيد المسيح اللي الكتاب بيقول عنه ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. يعني كل ما تبص عليه، مش رئيس الايمان يعني رئيس المؤمنين، يعني مصدر الايمان، النعمة التي يؤتى بها اليكم عند استعلان
كل يسوع المسيح، كل ما بتفكر فيه، كل ما بتستشعر حضوره، كل ما بتفتكر وعوده وبتصدقها، كل ما تلاقي القوة تيجي لك، كل ما تلاقي الروح في سكينة، تلاقي القلب في أمان. زي التلات فتية لما قلنا لهم، اتكلمنا عنهم في الحلقة اللي فاتت، زي دانيال في جب الأسود، زي كل القدماء الكتاب يقول عنهم في هذه شهد للقدماء انهم عاشوا حياة الإيمان. يا إخوة، حط قدامك دايما كلمة يوسف الصديق لما أخواته باعوه ومرات فوتيفار اتبلت عليه والحياة كلها مظالم وملهاش مخرج، يعني تهمة ملهاش مخرج، في النهاية ربنا رفعه بقى وزير على أرض مصر، أو رئيس وزراء لو استخدمت التعبير الحالي، الرجل الثاني في مصر بعد فرعون، وقال كلمته الشهيرة: أنتوا كنتوا بتخططوا شر، أنتم قصدتم لي شرا، لكن الرب الشر اللي أنتوا خططتوه ده كان في خطة الله بالنسبة لي للخير. تخافش حبيبي، تخافش، لأن إحنا لسنا بين إيدين الناس، لسنا عصافة تزريها الريح، لسنا ريشة في مهب القدر، إحنا لينا وعد، إحنا عندنا إيمان، ويتبقى أن نعيش هذا الإيمان، وبالأخص في الأيام اللي فيها مظالم واللي فيها أحزان واللي فيها تجارب واللي فيها ضيقات، لأن ده امتحان. متى جاء ابن الإنسان قال لعله يجد الإيمان على الأرض؟ يقول لي ربنا متأني حبيبي، هو عارف بيعمل إيه، هو عارف، هو عارف. تقول بس أنا مش قادر، ما احنا طول عمرنا مش قادرين، القدرة ليست فينا، يكون فضل القوة لله، القدرة مش بتاعتنا، فضل القوة لله لا منا، ليس بالقوة ولا بالقدرة، ما هو احنا لا عندنا قوة ولا عندنا قدرة، بل بروحي قال رب الجنود. من روح الإيمان ينسكب في الإنسان روح اتكال، روح أمان، روح سلام، روح تسليم. مفيش أي ارتياع، يقول لا ترتاع من الأمر، مفيش أي خوف أو رعب، مفيش كلام ده، مفيش أي قلق على المستقبل ولا على أي حاجة، لأن بين إيدين الله. أنتم الذين بقوة الله محروسون، زي ما الكتاب بيقولها، أنتم الذين بقوة الله محروسون للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير. ربنا يعطينا أحبائي إزاي الكلام اللي بنقراه في الكتاب المقدس مش يبقى أفكار ولا يبقى معلومات ولا يبقى وجهة نظر، لكن يبقى طاقة سلام، قوة فرح، رجاء تسليم واتكال عليه بكل القلب، زي ما الكتاب المقدس علمنا، لأنه تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي، معه أنا في الشدة، معه أنا في الشدة أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي، في الشدة رحبت لي. لإلهنا كل مجد كرامة إلى الأبد.